حاشاك. السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في مباشرة من ملعب ستات، واحد المقابلة اللي جمعت ما بين نجاح حسوس وفريق النهضة الستاتية لكرة القدم النسوية. معنا الأخت لاعبة حارسة مرمى معنا الأخت حارسة مرمى في نجاح حسوس. كيفاش جاتك المقابلة وكيفاش كانت المقابلة وكيفاش دازت أجواء المقابلة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكركم كقناة شوف تي في. ثاني حاجة كنشكر الطاقم التقني ديالنا من رئيس ومدرب وديسوانيور، كل شيء الطاقم التقني بدون استثناء. والشكر الخاص للاعبات اللي قاموا بواحد المجهود كثير وكبير باش سيروا هذه المباراة ديالنا ان شاء الله، وخدينا 3 بوان وكنا عازمين على 3 بوان وما كانش خيبنا الظن ان شاء الله، باش الا كانت 3 بوان في هذه المقابله كنشوفوا مقابله اخرى، كنساو هذه كنجيروا مقابله اخرى باش تكون مقابله احسن فاحسن، وان شاء الله لما لا ان شاء الله الصعود ان شاء الله. كيفاش جاتكم مقابله مع المنتدى نادي المنتدى الستاتي؟ صراحه بكل عبارات انا كنشكر الفتيات ديالنا المنتدى الستاتي بحرا تم الناس ديالهم الله يعمرها دار، والتقنيين ديالهم الحمد لله. المستوى كيفاش كان؟ كان اعلى مستوى صراحه، لو كانت الخبره ديال التقنيات ديال اللعابه داكشي ما غاديش نقدروا نجيريو الماتش ديالنا بكل سهوله. شكرا كنشكروك. مرحبا اختي، الله يعطيك الخير. مرحبا بارك الله فيك، الله يعطيك الخير. على شوف تي في انت الرئيس نجاح حسوس. معنا السيد رئيس نجاح حسوس. تصريح خاص لقناه شوف تي في. مرحبا. بالنسبه للبطوله الان في الدور ديالها الثالثه، الحمد لله الامور غاديه مزيان، كاينه مواكبه ديال الجامعه وديال العصبه الوطنيه لكره القدم. كنشكروا من هذا الباب السيد الرئيس لان منحنا وسيله النقل، وكاين واحد الدعم مادي ولا معنوي من السيده الرئيسه ديال العصبه من هذا الباب ديال شوف تي في كنشكروها. احنا السنه الاولى ديال الاحتراف يعني كاين تكاتف ديال الجهود، كنشكروا من هذا الباب السيد البهلوي جمال رئيس المنتدى الستاتي الترحاب ديالو وسعة الصدر ديالو، وشكرا للناس ديال السطات لان رحبوا بنا، وكنتمنى ان البطوله ان شاء الله يعني تزيد اكثر من هكا. وشكرا. شكرا سيد رئيس. شكرا سيد رئيس بهلاوي رئيس نادي منتدى ستاتي، مرحبا بك على البث المباشر ديال قناه شوف تي في. تنشكركم حتى حنا بهذه المواصله اللي درتو معنا في هذه اللحظه ان شاء الله في بعد انتهاء هذه المقابله. المهم حنا بكل وضوح وبكل روح رياديه خلى المهم الفريق اللي لعبنا معاه كان شويه فريق ديال نجاح عنده تجربه وخبره، وكان تيلعب في المستوى الوطني القسم الوطني الاول ودابا راه في القسم الثاني وعازم على الصعود للمستوى الثاني القسم الوطني الاول الاحترافي. حنا يلاه بالك تنهيئوا راسنا، حنا يلاه تنجمعوا في تقريبا المجموعه ديالنا بغينا نخلقوها غالبا هنا من السطات مع بعض الدعم ديال بعض الدريات ولا اللاعبات اللي تيكونوا على برا جايين من مناطق اخرى اللي تيعاونوا الفريق في هاد الاستعدادات اللي تنقولوا. تنحاولوا هنا باقي عندنا واحد مجموعه ديال المقابلات اللي غنقدروا نواصلوها ونقدروا نحسنوا الوضعيه ديالنا، واخا عندنا واحد شويه ديال المشكل اللي وقعنا مشكل الدعم المادي من طرف المسؤولين ديال الفريق، وتنتمناهم الله تما يشوفوا من هاد الوضعيه اللي تنعيشوها الماديه. الحمد لله الجامعه دارت معنا واحد المجهود كبير بان حقت لنا وسيله النقل الكار، تتادي واجبات ديال اللاعبات، تتادي واجبات ديال الاطر التقنيه على باختلافها بالتقنيه والطبيه والمشكل اللي عندنا مطروح دابا هو الدعم اللي حنا غنسيروا به كرؤساء باش نسيروا الفريق باش نديروا مواصله في هذه البطوله اللي شويه عندنا صعيب، لحقاش عندنا مجموعه ديال التنقلات بحال الداخله سميتها. كاين عندكم ترونسبور؟ دابا يلاه عطاونا ترونسبور، ولكن باش غتمشي ترونسبور حتى الداخله صعيب شويه، صعيب بزاف ومع الدريات ديال الوقت وخاصك تمشي 4 ايام ولا 3 ايام وترجع ب3 ايام، راك وليتي بحال في سيمانه والدريات كاين اللي تتقراو. هذا مشكل مطروح لينا ولجميع الفرق ماشي وبالاخص فريق الداخله هو اللي تيتنقل باستثناء كل مره كل هذا غيدخل في المثل المقابله ويخرج المقابلات
اللي جايين بحال مثلا في المقابلات ديال الدار البيضاء سطات مراكش، ونتمناو من الله حنا الله يوفقنا على هاد اللعيبات الصغارات اللي عندنا. حنا تقريبا عندنا دريه ديال 2000 2004 2003 دخلناهم وسط الفريق اللي باقي ما عندهمش تجربه، ولكن انا تنعطيك اليقين التام حنا غنحاولوا نديروا المانتيان وان شاء الله بينما تكونوا الدريه ديالنا ديالنا ديك الساعه غنقدروا نفكروا في حوايج اخرى ديال المستقبل الفريق، واش الصعود واش نحققوا. كيفاش كان ادائهم في هذه المقابله؟ لا الاداء ديالهم هو خيناهم تجربه، ولكن واش كنت انت راضي على ادائهم؟ لا راضي على ادائهم بالنسبه للفريق هذا اللي فريق قوي راه ماشي سهل باش يلعبوا معاه، والاغلبيه ديال اللاعبات راه كانوا تلعب هنا الريغبي وشويه قلبات الكره وكاينين دريات اللي دازوا في المنتخب بحال هذه الجوله اللي دوات معك ديال العيون، راه حتى هي مشكله في المستوى ماشي سهل، ولكن بالنسبه لنا حنا يالله يالله تنكونوا راسنا وتنهيئوا هذا. انا فرحان بهذه النتيجه رغم خسرنا، ما بالنسبه للاداء ديالنا حنا خاصنا واحد شويه ديال الممارسه على 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 الشباك ديال الخصم، باقي عندنا حنا ما هذا هو اللي ناقصنا، باقي عندكم الضغط على الشباك. على الشباك نتمنوا لكم التوفيق ان شاء الله. شكرا سيدي، نتمنى لكم حتى انتم. شوف كيفاش كتشوف واقع كره القدم النسويه بالمغرب؟ وهي في حق بالنسبه للواقع دابا اللي تنعيشوه كاينه واحد التغيير، هو التغيير جا شويه بواحد السرعه فائقه، لان من الهواس، مش تنقولوا من الهواس كاع، من الممارسين ديال الرياضه ولينا الاحتراف. اذا هنا هذا التنقل اللي حصل بين الهوايه والاحتراف خلقات لنا مشاكل. شكون اللي استغل دوك اللي عندهم ماديات، جابوا دريات في مستوى عالي اللي غادي يلعبوا بهم البطوله. حنا ما عندناش ماديات باش غادي نسيروا باش نجيبوا ونقتنيوا دريات اللي في المستوى عالي اللي غادي يعاونوا هاد الدريات الصغارات بينما وصلوا حتى هما النيفو ديال حيت لاعب ممتاز تيوصل لاعب شويه يلاه بادي مبتدئ تيوصل حتى هو النيفو ديالهم بعد ديك الساعه الانطلاقه كيف بدينا فيه حنا ملي كنا تنلعبوا. هذا المشكل، هذا هو الفرق بين الهوايه والاحتراف. والاحتراف هو تيعتمد على واحد مجموعه ديال المكونات لما فيها تطير، فيها فئات بعدا اولا الفئات الصغرى اللي خاص. دابا حنا درنا لقينا دابا عندنا تقريبا 25 بنت فئات ديال قل من 15 عام، عندنا 20 بنت ديال فئه قل من 17 عام، وعاد عندنا هاد المجموعه الكبيره اللي تتلعب سينور. اذا ولات عندنا دابا الحمد لله ونشكروا ولات عندنا 60 لاعيبه من المستوى ديال 15 حتى 30. اذا هذا ربحناه في 16 ولات المواكبه ديالو على صعيد المحلي، ولاو الاباء تيجيبوا بنياتهم يتكونوا عندنا في الفريق، ولكن بدون مقابل. هنا المشكل اللي مطرح عندنا هو الماديات باش نسيروا هاد ولا نواكبوا هاد المراحل اللي تنقطعوها لنوصلوا لواحد الفريق في مستوى عالي ان شاء الله. شكرا لك سيد الرئيس فرقه نادي المنتدى الرياضي الصاتي. شكرا لكم على قناه شوف تي في، وحنا تنشكروا قناه شوف تي في ونتمنوا لها التوفيق ونتمنوا ديما يكون هذا الاصداء على مستوى وطني ويولي هو تيقربنا للفروق اللي تنكونوا ما تنكونوش نعرفوها تنوليو نعرفوها بهاد التأهيل ديال هاد شوف تي في. ونتمنى من الله يوفقكم حتى انتم. شكرا لك سي الرئيس. شكرا متابعي قناه شوف تي في على تتبعكم لهذا البث المباشر ديال هذه المقابله اللي خرجت بثلاثه لصفر مقابل صفر، ونتمنى ان شاء الله نتلاقاو في بث مباشر اخر ان شاء الله.